تواصل فرق عمل اللجنة المنظمة المسؤولة عن غرفة العمليات المركزية بالمنطقة الخضراء في مؤتمر المناخ جهودها في تنظيم فعاليات كوب 27. تتكون اللجنة المنظمة من شباب البرنامج الرئاسي الذين اكتسبوا وتبادلوا الخبرات التنظيمية للأحداث الدولية الكبرى على مدار السنوات الست السابقة منذ عام 2016، وصولاً إلى المشاركة هذا العام في تنظيم قمة المناخ. ويتكون قوام شباب البرنامج الرئاسي من 1800 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم من 22 إلى 37 عاماً، وتتنوع تخصصاتهم لنحو 42 تخصصاً أكاديمياً متنوعاً.